الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث بتتفرق بعض الغيوم العالية 29 درجة مئوية الملموسة 26، الرطوبة منخفضة 29% والرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة اليوم غد الاثنين بإذن الله، حيث تبقى المملكة تتأثر بموجة حارة، وبالتالي الأجواء تكون حارة بشكل لافت مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار. إربد تسجل 38 إلى 25، المفرق 38 إلى 24، جرش 36 إلى 28، أما عجلون 36 إلى 27. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 36 إلى 27 مع رياح نشطة وأتربة مثارة، الزرقاء 37 إلى 26، البلقاء 38 إلى 29، معدبة 37 إلى 27، أما البحر الميت المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة 45 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال فترة الظهيرة والعصر في كل من طفيلة والشبك ومعان والعقبة، العقبة تسجل 42 درجة إلى 31، معان 37 إلى 22، الشبك 35 إلى 26، أما الطفيلة 37 إلى 26 والكرك 35 إلى 25. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية تشهد أيضا أجواء حارة مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، أرويشة تسجل 36 إلى 21، الصفاوي 38 إلى 22، أما الأزرق 40 إلى 25. إلى اللقاء.